العالمين نشكر الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا من المسلمين، ثم نشكر المحسنين الذين قدموا هذه الصدقة للفقراء المساكين والمحتاجين المتضررين في الصومال، وخاصة هيئة الإغاثة الصومال عام 1438 لتبرع من أهل البر والإحسان إشراف الشيخ عبد الله الصغير. نفذت هذه الصدقة لشركة المعروف في منطقة الصول في محافظة الأصعانود. الحمد لله، كما تعلمون أن في الصومال أصابت المجاعة التي ضررت كثير من الناس، وهذه من إحدى الخيام في منطقة الصول، والحمد لله رب العالمين. ونقول إن في الصومال أصابت المجاعة ويحتاجون الناس المساعدة، ونقول لهم إخواننا المسلمين الذين قدموا هذه الصدقة أن يسيدوا هذه الصدقة. أنا جوجا كبالكا وأهو يصوماليات جارهان. أنا جو محمود إبراهيم إن هلكن وحوي قبل كصول جارهان لسعانود هلكن راشن كان شرف تبدن عانها يتمرت يوحى نفقد عليه عرورت يوايلك قد قيو مي يما قالوا نوسو نبتاي شركة دا المعروف شركة دا المعروف ما هد وين بان اعلنينا ولا لها يقا كيني ولا لها يقا كيني كوة هقيا يو كوة دوبيا يو عقيدة وعن آدي يا آد بان اقوم ما هد اعلنينا شركة دا المعروف يا قبل قصول نو كينتي عاوي مدن فرح بدن له ككوان شنط بقول قيس هذه آه أدبان رغم هاد علينا وحنا كعد صنعنا مر لبعض يا مر صد حادبة هنا يصير أنا قوة ضو وين نجع عاتسين وحيا راشين قاسي وحنا ككوان يهاي باريس سكر دقيق تمر سليد بعيه قريقة أيو ككوان الحمد لله رب العالمين لا يبان رغم عنا غينا وحنا نصيصي شرف جيّا شرف تبضن علم هذا له وحجرت كله جورت ذله أيام حياة طالع أنا أقوم حنا قينا هل كان ديك راشينا قبل كسول قارهان كمال كحرجة لابد نقصو قارسيس شركة مع المعروف فدي قال يا قبل كسول أمر قوة بدن ولا بحنا يا أنا كي يي وحين تعلق ولا قرب بحس ما أرق آدي آبان وقوم حنا قينا وكسول وينينا قبل التبرعات أزوري بتي شركة المعروف شوبل برانش كده لا سعنا لجوس هجاتي وحن مرك كواد يمرك لبعض أم هذا علنا يا هيدا البر والإحسان سعودي بتمرك هذا وأصو إدمتي أشرف عبد الله الشيخ عبد الله بصير مرك لبعضنا وحن أم هذا صغير مرك لبعضنا وحن أم هذا علنا يا شركة المعروف دمام برانش كده ملك استو أيكو يعلن أو سوق أرسيسي تعاون مدن
iyadoo baahi di loo tira qabay iyo dadku u baahnaa ay goobta ku sugan yihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqaya maamulaha guud ee shirkadda oo ugu horeeyo Ismaan Cabdisalaan Abdullahi Maxamed Nuur Sibito iyo engineer Shaafic oo ah shirkadda maamulka gobolada u qaabilsan halkan waxaan ka qaybinay 500 oo qoys caawimadoodii oo ay shirkaddu nagu soo wareejisay 500 oo qoysba meeshaas ay way fadhiyaan qof loo reebay iyo qof meel ka maqan ma jirto waxa qof kasta la siiyay bacdi roobka saddexda shubaysan kartii iyo bariiskii iyo burkii caagadii iyo kartoon timira